ممكن يبقى مش مترتب، بس ده من شعوري، لان انا دايما احب الفرق العربيه، المنتخبات العربيه ما تحسش بالنقص، ما تحسش بعقده النقص. النهارده احنا لعبنا عبد العزيز بالمنتخب البرازيلي في 2009، منتخب السعودي النهارده الند بالند، ما تحسش ان في فوارق كبيره، وفي كاس العالم وكاس عالم ومتاخر بهدف، سجل عليك هدف، ما فيش بقى الثقه تضيع، ما فيش تمريرات خطا، لا، في مدرب على الخط اشتغل للمباراه بسيناريو نموذجي. ما فيش اي حد يلعب بدفاع متقدم قدام ميسي، قدام لوتارو مارتينيز، بابو جوميز، دي ماريا، باريدس، ديبول، ويلعب خط دفاع متقدم ويلعب على التسلل ريسكي. الكره للشجعان، الكره للشجعان واللي ما بيخافش. عندك لعيبه لعب على امكانياتها. فشكرا للمنتخب السعودي اللي قدم لنا مباراه كبيره، ونطمع للمنتخب السعودي، نحن لا نكتفي بالفوز على الارجنتين، بل نريد المكسيك وبولندا المزيد. المزيد. احنا قابلنا اللعيبه من قريب يا عبد العزيز، في السماء مش عارف ايه الاحساس اللي حواليه. فاتمنى افرح النهارده وبكره، بس اليوم الدوحه، اليوم الدوحه لا انت انزل، انزل تاني. انا عاوزك انت تهدى. حاضر، انا اهم حاجه انت تهدى، ولا اجيب لك كركديه ولا حاجه تديك تروقك يا عم. بص، المنتخب السعودي ما يخليش اللي يعرف يتكلم بيتكلم. صحيح. مباراه كبيره. تكتيكيا، فنيا، طول اللي انت عايز، اجوال حلوه، مش اجوال بالحظ، لا، اجوال تروح على البعيده، على القريبه، على الارض، فوق، في السماء. فشكرا للمنتخب السعودي. ناقص اديك كوره بقى وتلعب هنا بقى. انت الرأس العارضه اللي نكتبها ترقصوها ازاي؟ ولا انت ما تعرفش؟ لا، العارضه النكتيه. ايوه، فين؟ ترسم فيها بهالطريقه. بجد والله؟ اي والله، بهالطريقه. مبروك للمنتخب السعودي. مبروك للمنتخب السعودي. فرحه هستيريه حتى لطاقم التحليل يعني. مشاهدينا العزيز.